السلام عليكم الاخوات، مرحبا بكم في قناتكم قناة تعليم الحفارة. اليوم ان شاء الله اخوان درنا هذا الفيديو. هذا الفيديو ما كنتش باغي نصوره، ولكن واحد الحاجة وقعت لي مع واحد السيد. كنت دايز هكا في الطريق، شفتو خدام، دخلت لعندو، غير دخلت نشوفه صافي عادي، دخلت نشوف. المهم لقيته هو والكريسون، واحد الدري كنعرفو، خلاص هاد الدري راه كنعرفو، دخلت لعندو بغيت نشوف هكا. المهم لقيت واحد الكريسون يلا جا لعندو، قيل النهار الاول ولا الجوج داك النهار. اش وقع له؟ قال لك اسيدي نصورو، عارفني كندير الفيديوهات، قال لك نصورو الدري نديرو له كاميرا خفيه. ما قال لك نديرو له كاميرا خفيه، راه ما عرفت واش الدري كيسمعني ولا ما كيسمعنيش، ما نعرف. المهم قال لك نديرو له كاميرا خفيه لذاك الكريسون، قال لك يلا 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 جا وهادي نديرو له كاميرا خفيه. اش من كاميرا خفيه بغا يدير له؟ قلت له ديرها، ما يمكنش، ما كنعرفش الدري، ما غاديش ندير، ما غادي زعما نحرجو، ما بلاش بلاش. المهم قال لك بلاتي تشوف، ما كنصورش هذا الشيء، ما كنصوروش. المهم خدام بالمارطو هكا بحال هكا نيش، هذاك الشيء علاش فكرتو كاع بغيت نصورو بالمارطو هكا. خدام بواحد الحجره خضراء، وحتى البيكي صافي ولا كيطيب. اش قال له الحرام؟ اسمح لي على الحرام الا كتسمعنا، راه ما خرجات، راه خرجات. اش قال له؟ قال له عافاك داك البيكي راه ما كيضربش المرطو مزيان، دورو شويه. ويلي 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 على 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 الدري كيفك، جاب الجهد وبغى يدور البيكي بالجهد، عرفتي واحد النقي زياده راه فاش تحرق. ويلي ويلي نقز السما وزع الله، ما الدري ما عارفش جاي بالجهد باش يدور البيكي زعما، وفاش عيط عليه جا الدري كيجري زعما، ما فرحان باش يجي يدير شي حاجه ولا ما نعرف. المهم جاي كيجري، والدري الصراحة ما عجبنيش الحال في ديك الكاميرا اللي دار، ماشي كاميرا غير داك التخربيق تورايش وصافي اللي دار. صراحة ما عجبنيش الحال انه يدير ديك الحاجة، ما زيناش صراحة. ما حنا قلتي كتستهزئ بالدري اللي يلاه بادي، وهو اصلا كان دار له داك الشيء في الكريسون، كان قال لي شويه ما يقتل واحد الشيفور حيت دار له داك الشيء. هو فهمها انت، هو كان غيقتل واحد الشيفور ديالو حيت دار له نفس الحاجه اللي هو دارها دابا للدري. علاش؟ حيت قال لك قول بني وحقرني وسط الدراري وهادي، وهو دابا بغى يحقر على الدري. انا عرفتو غيتقلق دابا، ولكن يتقلق ولا يقول شغل هذاك. المهم لا اله الا الله وصافي، هادشي اللي نقول لكم الخوت. هو دابا كان دار له، قال لك باغي يضرب الشيفور حيت دار له داك الشيء، ودابا جاي وفرحان وكيضحك باش يديرها للدري. يعني راه دايز عليه بعدا، عارف اللي مازينش داك الشيء، عارف اللي داك الشيء صعيب خايب، وبغى يديرو للدري حيت هو ما المهم بنادم اخوتي ما يحقرش، وتفكر الايامات اللي كان فيها جاليسون مثلا، يتفكر في الحاجه الصعيبه والخايبه والزوينه، واللي والحاجه اللي كنتي كتمناها وانت جاليسون، اعطي ديرها للجاليسون ديالك مثلا. هذا هو الفيديو الاخوان، وكنتمنى انه كل واحد يخدم عقله في شي هضره ولا في شي حاجه قبل ما يقولها. هادشي اللي بغيت نقول لكم الاخوان، والسلام عليكم.